وينضم إلينا من فيينا خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية. إذن أحييك خالد. وكالة الطاقة الذرية يبدو أنها أيضا في مناقشات مستمرة مع إيران بشأن البرنامج النووي الإيراني. مؤخرا كيف دارت هذه المناقشات والأطروحات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من قبل وكالة الطاقة الذرية خالد؟ أهلا ومرحبا بك حسان. بالفعل عادت سخونة مرة أخرى إلى الملف النووي الإيراني، وذلك على خلفية عثور المفتشين التابعين للوكالة على جزيئات من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تصل درجة نقائه إلى نحو 84%، وهو ما يجعل إيران على مسافة 7% فقط للوصول إلى الحد الذي يتيح لها إنتاج قنبلة ذرية. المفاوضات التي جرت بالأمس وصباح اليوم في طهران من خلال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولين الإيرانيين لم تراوح مكانها، والجميع هنا في فيينا لا يعول على المؤتمر الصحفي الذي أجراه رافائيل جروسي في طهران، ولكن ينتظر المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جروسي في مطار فيينا اليوم في الساعة 5:30 بتوقيت النمسا. كل الأمال التي كانت معقودة على أن يتوصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إعلان عودة المفاوضات في فيينا، باعتقادي ذهبت أدراج الرياح نتيجة التصريحات المقتضبة التي لم تضيف جديدا إلى ذلك الملف. الكلام هنا خالد حول يعني درجة تخصيب اليورانيوم حتى التخوف من وصول إيران إلى إنتاج قنبلة نووية. إذن يبدو أن الخلافات الفنية والقانونية ما زالت على الطاولة بين الجانبين. الخلافات ما زالت على الطاولة. هناك اتهامات كبيرة جدا لطهران بأنها تخفي حقيقة برنامجها النووي، وذلك بعد صدور تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد وصول إيران إلى تخصيب يورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 84%، وهذا أثار حفيظة الغرب. وتابعنا جميعا تصريحات ويليام بيرنز المدير المخابرات الأمريكية الذي قال إن إيران يفصلها أسابيع قليلة عن إنتاج قنبلة ذرية إذا ما اتخذ المرشد الأعلى قرارا بذلك. في إسرائيل أيضا كانت تحدث رئيس الموساد على أن الملف النووي الإيراني بالنسبة لإسرائيل وصل إلى مرحلة مفصلية. نعم. وبالتالي الغرب وإسرائيل يستشعر أن إيران وصلت ربما إلى نقطة لا عودة. لكن هنا خالد يعني مع هذا الكلام يعني قول جروسي بأن أي هجوم عسكري على منشآت نووية هو أمر مرفوض يمكن أن يعمق النقاشات بينهما ويصل إلى نقطة مهمة برغم هذا الخلاف. أشكرك إذن على هذا الطرح. من فيينا خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي مباشرة. خالد.